انا كنت راجل صاحب ورشه وراجل صنايعي بتاع رخام، واتلم على اصحاب السوق لحد ما مشوني بالسكه الغلط. والدنيا اول حاجه راحوا مديني مخدرات برشام، وبعد البرشام جت رجلي في الحقن، وبعد رجلي ما جت في الحقن راح فقدت رجلي وفقدت اهلي وفقدت عيلتي وفقدت اسرتي. ولحد النهارده ما بشوفش بنتي بقالها اكتر من سنه، ما بشوفش بنتي بسبب الشيء دوت. فانا ارجو للساده المسؤولين يعني يقفوا معايا، ساعدوني سياده المحافظ يساعدني باي حاجه اكل منها عيش، عشان انا وبنتي وبنتي عايشه معايا وفي سنه ثانيه ابتدائي، مش لاقي لها اللي انا مثلا مش لاقي اكلها من الاخر. وانسى الشباب وانسى الناس وانسى اي حد يبعد عن سكه المخدرات دي خالص، عشان سكه المخدرات دي دمرتني ودمرت اسرتي ودمرت حياتي ودمرت ورشتي ودمرت الناس اللي انا كنت بحبها وهي بتحبني، اتدمروا وبعدوا عني. التجأت الناس بعد كده مشيت معاهم، ما كنتش اعرف ان انا مثلا الناس دي وحشه وكده. ابتدوا يستقلوا بيا ودوني مخدرات، استقلوا بيا وعوروني وبهدلوني وخلوا وراحوا مبهدلني وشي اتبهدلت منهم. خدت بص ما فيش كفايه، استقلوا بيا جامد، لحق. وبستنى من سعاده المحافظ وسعاده المسؤولين يقفوا جنب مني، عشان انا مش لاقي حاجه اكل منها عيش، راجل عاجز اعمل ايه؟ مش بايدي حاجه، ما بعرفش اجيب جنيه، استنى ده يعتب عليا، استنى ده يعتب عليا. لا انا مش عاوز النقطه دي، انا عاوز يبقى عندي مصلحه اكل منها عيش. برجو للساده المسؤولين يعني سعاده المحافظ يعني يتمنى عليها في كشك، يتمنى عليها في باكيه. انا كنت راجل صاحب ورشه وراجل صنايعي بتاع رخام، واتلم على اصحاب السوق لحد ما مشوني بالسكه الغلط. والدنيا اول حاجه راحوا مديني مخدرات برشام، وبعد البرشام جت رجلي في الحقن، وبعد رجلي ما جت في الحقن راح فقدت رجلي وفقدت اهلي وفقدت عيلتي وفقدت اسرتي. ولحد النهارده ما بشوفش بنتي بقالها اكتر من سنه، ما بشوفش بنتي بسبب الشيء دوت. فانا ارجو للساده المسؤولين يعني يقفوا معايا، ساعدوني سياده المحافظ يساعدني باي حاجه اكل منها عيش، عشان انا وبنتي عايشه معايا وفي سنه ثانيه ابتدائي، مش لاقي لها اللي انا مثلا مش لاقي اكلها من الاخر. وانصح الشباب وانصح الناس وانصح اي حد يبعد عن سكه المخدرات دي خالص، عشان سكه المخدرات دي دمرتني ودمرت اسرتي ودمرت حياتي ودمرت ورشتي ودمرت عمال الناس اللي انا كنت بحبها وهي بتحبني، اتدمروا وبعدوا عني. التجأت الناس بعد كده مشيت معاهم، ما كنتش اعرف ان انا مثلا الناس دي وحشه وكده. ابتدوا يستقلوا بيا ودوني مخدرات، استقلوا بيا وعوروني وبهدلوني وخلوا وراحوا مبهدلني وشي اتبهدلت منهم. خدت بص ما فيش كفايه، استقلوا بيا جامد، لحق. وبستنى من سعاده المحافظ وسعاده المسؤولين يقفوا جنب مني، عشان انا مش لاقي حاجه اكل منها عيش، راجل عاجز اعمل ايه؟ مش بايدي حاجه، ما بعرفش اجيب جنيه، استنى ده يعتب عليا، لا انا مش عاوز النقطه دي، انا عاوز يبقى عندي مصلحه اكل منها عيش. برجو للساده المسؤولين يعني سعاده المحافظ يعني يتمنى عليها في كشك، يتمنى عليها في باكيه. Let's go.